لو عندي مثال على لو بدي اخذ الدي سي موتور سيبريتلي اكسايتد راح اخذ سيبريتلي اكسايتد او بيرمننت ماجنت او بيرمننت ماجنت راح اخذ سيبريتلي اكسايتد دي سي موتور. هذا السيبريتلي اكسايتد دي سي موتور بقدر اغير عليه الارمتشر فولت. وعندي خلينا نقول عندي فان. فلما جينا رسمنا هون الفان طلعنا الكاركترستكس تبعتها وجدنا هذا هو سبيد تورك كيرف تبع الفان. فهذا طبعا اللود ها؟ وهاي فان. وهذا بيساوي كي ان سكوير. بعدين شغلنا الدي سي موتور عملنا له ستارتنج. لاحظوا لما عملنا ستارتنج للدي سي موتور من وين بدات السرعه؟ في اي لحظه السرعه لازم تكون متساويه مضبوط؟ لانه هذا شافت نفس الشافت بس التورك على فكره مش متساوي عند النقطه هاي ولذلك ايش راح يصير؟ تي دي اعلى من تي ال. فهذه هون عندي هذا هون الدرايف اللي هو سيبريتلي اكسايتد دي سي موتور. لما بدينا عملنا ستارتنج في عندي تورك هائل اكبر بكثير من هاي وهذا زيرو رح يبدا السيستم يتسارع. دائما تذكروا قانون نيوتن الثاني تي دي ماينس تي ال بتساوي الفا اي مضبوط. فايش رح يصير بالسيستم؟ الفا هون بوزيتيف رح يبدا السيستم يتسارع يتسارع لحد ما يوصل عند النقطه هاي. ففي البدايه رح تكون السرعه مساويه متساويه وتزيد بس التورك مش متساوي لحد ما اوصل نقطه الاستابيليتي هاي. طيب لو انا حابب الان اغير سرعه هاي الفان ايش بقدر اعمل؟ تذكروا انه انا عندي دي سي موتور وهذا الدي سي موتور خليني اقول عندي اي جي بي تي وهذا الاي جي بي تي عمال بتحكم فيه عن طريق بلس ويت موديليشن. اوكي البلس ويت موديليشن لما بغير الديوتي سايكل تبعته شو راح يتغير معي؟ غير الفولتج اي ايش ايش بالفولتج؟ ايش اللي بالضبط راح يتغير بالفولتج؟ ايش اللي بتغير بهاي الويف فورم لما بغير الديوتي سايكل؟ نعم الديوتي سايكل غيرت الديوتي سايكل اه الار ام اس هو الار ام اس الافرج الافرج رح يتغير الافرج تبع الفولتج مول فكاني غيرت الافرج فولتج تبع المحرك. هلا اذا هذا سيبريتلي اكسايتد او بيرمننت ماجنت رح يتغير هذا الكيرف رح يضل نفس السلوب تبعه. فهذه هون صارت في 1 وهذه في 2. ايش راح يصير باللحظه هاي لما نزلتها؟ شو راح يصير بالسرعه؟ راح تنزل مش هيك؟ لانه هاي بطلت نقطه التقاطع. لوين راح ترجع نقطه التقاطع؟ لو بدي اغيرها لسرعه اقل احط هون في 3 بتغيير البي دبليو ام بتغير عندي هون. لو بدي ارفعها فوق هذيك السرعه لاحظوا هذول بارلل الخطوط كلها بارلل هذا على في 4 وفي 4 وين راح تصير عندي السرعه؟ هذه ان 4 هذه ان 1 هذه ان 2 وهي ان 3. مش هيك عملنا فيربل سبيد درايف تحكمنا بالفان شو غيرنا؟ غيرنا الارمتشر فولتج غيرنا الارمتشر فولتج بتغيير ايش؟ بتغيير البلس موديليشن اللي هون اللي عملناه. فهذا غير لي الافرج فولتج لما غيرت الافرج فولتج غير معي الافرج فولتج تبع السيستم اوكي ماشي؟